خرب بيتك شو بإيدي إيه والله كبرنا على حمل دهنة الزيت. اهلا وسهلا ابو عبدو، تفضلوا. يا اهلا وسهلا. لا بشغلي شوي، بس جبت لك تنكه الزيت. تنكه الزيت؟ لشو هاي؟ لك هي هدية مني الك، وبس انجح بالانتخابات الك وحده ثانيه. ايه فهمت عليك فهمت عليك. بدي همتك انت والعيال كلياتهم. ان شاء الله بيصير خير، بس ما في داعي لهالتنكه الزيت. راح اجيب طلاق بالثلاثه لتاخذها خاطرك. امرك امرك، الله يعطيك العافيه. مرحبا جار. اهلا ابو رشدي، اهلا وسهلا. اشتهيت لك صندوق البردان وبتصر على كيف كيفك. الله يسلم اليدين. لا تاخر بكره على الانتخابات، بدي راحت علي نومي. بكره ناطرك انت والعيال، بدي همتكم. انا نافوخي انا نافوخي. بدك شي جار؟ مهون ان شاء الله. يلا السلام عليكم. الله معك، مع السلامه. هاي الكل جابوا لك هدايا، شو رح تعمل هلا؟ مين بدك تنتخب؟ يا ستي رح انتخبه لأبسامي. اوف، ايه هذا الوحيد يلي ما جاب لك هدايا، شلون بدك تنتخبه؟ صحيح، لأنه ما جاب هدية معناتها مو طمعان بالكرسي. أبسامي كفه نظيف وكل أهل الحارة بتحبه، بعدين اللي بجيب لك هدية قبل الانتخابات ما بتعودي تشوفيه إذا نجح. بس ما حلوة تاخذ الهدايا من الناس وما تنتخبهم. يا ستي رح رجع له الهدايا بكره بس تخلص الانتخابات، ورح تشوفي كيف رح ياخذوها على الحاله.